صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل يقول: هل الأفضل الاقتصار في الطلب على شيخ أو عالم واحد، أو أنه يسوغ الطلب على أكثر من عالم؟ هذا حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. إذا تمكنت أنك تأخذ من أكثر من عالم مختلف العلوم، هذا تأخذ عليه في النحو، وهذا تأخذ عليه في الفرائض، وهذا تأخذ عليه في الفقه، وهذا تأخذ عليه في الحديث، وهذا تأخذ عليه في التفسير، هذا شيء طيب إذا كان عندك مقدرة على هذا الشيء. وإن كان المدرس الواحد عنده هذه العلوم كلها تأخذها عنه فلا بأس، تأخذها عن واحد. المهم أنك تتعلم هذه العلوم إما على واحد وإما على أشخاص. نعم.